الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بإذن الله تعالى صورة إجمالية عن حياة كليم الله موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ضمن إطار الحديث عن الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام، وما يرتبط من ذلك أيضا بأنبيائها. النبي موسى بن عمران ابن وهيب ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، له منزلة عظيمة بين الأنبياء، حيث يعد واحداً من أولي العزم وصاحب شريعة من الشرائع السماوية التي ظل تأثيرها
واستمر وامتد إلى يومنا هذا من حيث الزمان ومن حيث سعة دائرة التأثير. رسالة نبي الله موسى مؤثرة جدا في الديانة المسيحية، بل تعتبر القاعدة الأساسية للثقافة المسيحية والعقائد المسيحية. هذه الديانة وكتابها التوراة أو ما يسمى بالعهد القديم، وسيأتي حديث عن هذا الكتاب وهذا العهد وماذا يعني في أحاديث مستقبلة. لو أردنا أن نلقي صورة مختصرة ما بين موسى عليه السلام وما قبله من الأنبياء، سوف نعود إلى أيام يعقوب النبي عليه السلام، والذي يسمى أيضا بإسرائيل، أحد أسماء يعقوب إسرائيل أو عبد الله في إحدى الترجمات. كلكم تعلمون أن نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام استجلب والده وإخوته وعشيرته من أرض كنعان أو فلسطين بعدما أصبح عزيز مصر، استجلب هؤلاء، ولا سيما أن تلك الأرض أرض الكنعانيين أو فلسطين كانت قد حصلت فيها مجاعة وجدب، بينما في مصر نظرا لأنها لا تعتمد اعتمادا رئيسيا على الأمطار، وإنما وجود نهر النيل كان يعطي هذه الأرض مجالا واسعا للتغلب على حالات الجفاف. فاستجلب هذه القبيلة، الأسرة الإسرائيلية إن صح التعبير، إلى مصر. في البداية كان الحاكمون على انسجام تام مع النبي يوسف، باعتبار أنه هو الذي أنقذ مصر بتدبيره الاقتصادي المعروف، واستمر الحال هكذا في زمان الملوك الهكسوس. بالنسبة لهم أي الملوك الهكسوس، كانت القبيلة الإسرائيلية القادمة إلى مصر مع أنها لا تنسجم تماما في عبادتها مع المصريين، إلا أنهم كانوا يحسنون جوارهم، أي هؤلاء الملوك الهكسوس كانوا يحسنون الجوار. ارتاح هؤلاء الإسرائيليون في مصر، اتخذوها مكانا مناسبا، الأسرة هذه تكاثرت تناسلت، مرت حوالي قرن ونصف من الزمان أو أكثر من مجيئهم، وأوضاعهم تتحسن باستمرار. فيما بعد حصلت ثورة ضد هؤلاء الملوك،
لأن هؤلاء الملوك الهكسوس ليسوا مصريين في الأصل، حصلت ثورة ضدهم وحركة مقابلة وأسقط هذا الحكم وجاء حكم الفراعنة. لذلك إذا تلاحظون في القرآن الكريم عندما يتحدث عن مرحلة نبي الله يوسف يتحدث عن الملك، وقال الملك ائتوني به، بينما عندما يتحدث في زمان موسى يتحدث عن فرعون، وهذا يبين اختلاف النظامين السياسيين والحاكمين من تلك الفترة إلى هذه الفترة كما يرى بعض الباحثين. المهم أن جاء حكم جديد على رأسه الفراعنة. هؤلاء الفراعنة أحيطوا بفئة دينية سيئة جدا من جهة، وبعض هؤلاء الفراعنة مثل رمسيس فيما قيل كان عنده طموحات عمرانية كبيرة، شق أنهار، ترع، شوارع، بنايات، اللي قسم من نتائج هالفترة وما بعدها كانت مثل أبو الهول وما شابه ذلك، ومعابد ضخمة جدا. هذه المنشآت تحتاج إلى قوة عاملة كادحة قليلة الأجر. الآن في بعض الدول قاعدين يسوون ملاعب رياضية لبعض الدورات العالمية، ودا يجيبون عمالة من مختلف الأماكن وبأزهد الأثمان وفي أسوأ الفروض. في تلك الفترة كان هذا الحاكم أو الفرعون عنده الشكل توجهات كبيرة، فالتفت إلى هذا المجتمع الإسرائيلي في داخل مصر، رأى أن هذا مو أهل البلد، هذا واحد أجانب حسب التعبير، وهي مشكلة الأجانب في كل مكان، حالة اضطهاد تصير لهم، أولا أجانب، ثانيا غير منسجمين من الناحية الدينية مع دين الأكثرية الموجود. هذولا عندهم عبادة التوحيد، يعني الإسرائيليين، ومن آبائهم وأجدادهم كانوا يأخذون الهداية وما ينسجمون مع هذه الطرق التي كان الفراعنة عليها. وفي نفس الوقت هذه قوة بشرية عاملة ممكن أن تسخر في هذه الأمور، فتعاضد النظرة، نظرة أن هذا وطني وأجنبي، نظرة أن هذا على ديننا ومو على ديننا، نظرة أنه من الممكن تسخيرهم في هذه الأعمال. وبالفعل صار توجه إلى أن يسخر هؤلاء بالقوة في اتجاه الأعمال، فأي واحد لازم يشتغل في أعمال السخرة في اقتطاع الأحجار الضخمة من جبل المقطم ونقلها من هناك إلى مثل القاهرة الفعلية مسافات بعيدة جدا، كم من الآلاف الذين ذهبوا تحت هذه الأعمال، شمس محرقة، هواء غير مناسب، أعمال عسيرة، طعام قليل، وعمل بالقوة. وبالنسبة إلى هؤلاء يعني الحاكمين، هذه أرقام، ما يعتبرون هذا إنسان، هذا رقم، كم مات؟ 1000 لو 10,000 هو رقم بالنسبة إليه. الفئة اللي كانت محيطة به من
رجال الدين التابع لهم قالوا له هذا بعد ما يكفي، لأنه أنت تحتاج إلى أن هذه الفئة تقللها، فماذا تصنع؟ قدر الإمكان حاول أن لا يصير إنجاب. إنجاب إذا صار في الإسرائيليين يتم قتل الأبناء، يذبحوا أبناءهم. البعض كان يقول الذبح بهالشكل ما كان بشكل واسع، وإنما الأكثر كان بالتغريق في نهر النيل، ولكن القرآن الكريم يريد يعرض الصورة الأبشع لما كان يقوم به هؤلاء، يعني حتى الأطفال كانوا يذبحونهم. في هذه البيئة ولد النبي موسى سلام الله عليه وعلى جميع الأنبياء، ولد النبي موسى في هذا. وسبحان الله، النيل الذي كان يبتلع الأطفال إغراقا وسيلة قتل، هو يصير نفس النيل مركب نجاة إلى نبي الله موسى. إذا أراد الله شيئا جعل وسيلة القتل طريق نجاة. فولد نبي الله موسى ضمن الظروف اللي يتحدث عنها القرآن الكريم، ظروف سرية خفية، أمه أيضا جاءت به وجعلته في مهد وسلمته إلى الله متوكلة وجعلته في النهر. والظروف الاعتيادية، المقاييس الاعتيادية تقتضي بأن يموت هذا الطفل، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل نهر النيل وسيلة نجاة له، وجعل بيت فرعون محضن تربيته. وبالتالي رأته إما زوجة فرعون كما يقول القرآن الكريم أو بعض النساء، و قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فبالفعل جاء تربى في هذا الإطار في داخل قصر فرعون إلى أن نما وكبر، صار الآن شاب يافع، ونظر إلى حالتي المجتمع الإسرائيلي، القبيلة التي ينتمي إليها وهي في أسوأ الدرجات من حيث الاضطهاد والظلم والإيذاء. ومن الطبيعي أن يستثير موسى مشاهد السخرة، مشاهد العمل المجهد، مشاهد الموت تحت السياط، مشاهد الظلم الصريح لأبناء هذه القبيلة الذين لم يكن لهم من ذنب إلا أنهم كانوا على منهج آبائهم من التوحيد. حصلت القضية الفاصلة، إلى الآن موسى لم يبعث نبياً، هو تحت عين الله، ولتصنع على عيني، هو بحفظ الله عز وجل، هو تحت رعايته، وهذه عقيدتنا في الأنبياء. لا تتصور النبي مثل عامل من عمال الشركات، قبل ما كان، الآن سجلوه عامل، أعطوه بدلة ولبسوه وياه، لا، هذا كنطفة محفوظ، تقلبك في الساجدين يرى، ينتخب إليه أحسن البيئات اللي تربيه، أحسن الأرحام، أحسن الأصلاب، كل هذا ضمن رعاية إلهية
مو القضية هكذا إجا ووقع عليه هذا الآن، قدم أوراقه وقبلناه وصار موظف في هالشركة ولبسناه الآن لباس النبوة. ليس الأمر هكذا، قبل إلى الآن لم يبعث نبيا ولكنه تحت نظر الله عز وجل. فقضية الفاصلة كانت كما تعلمون، والحمد لله قصة نبي الله موسى موضحة جدا في القرآن، أي سورة القصص من آية 3 إلى آية 41، كل هالآيات تتحدث عن قصة موسى بشكل متسلسل غير باقي السور اللي بنحو متفرق تتحدث فيها. صار القضية أن نبي الله موسى رأى أحدهم من أعوان فرعون يظلم ويضطهد ويضرب رجلا من القبيلة، من القبيلة الإسرائيلية، من بني إسرائيل، فجاء نبي الله موسى ودفعه بوكزة فقضى عليه. تبين كان قوي جدا نبي الله موسى، اللي بمجرد ضربة واحدة أو وكزة واحدة ذاك ينتهي إلى الموت، مع أنه يفترض ذاك من الجنود، والجنود يفترض أنهم أقوياء البنية. طيب، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. أكو قسم من الناس يقولوا كيف نبي الله يقتل شخصا ويقول إنه من عمل الشيطان؟ الجواب على ذلك، أولا موسى إلى ذاك الوقت مو نبي، هذا واحد، إلى ذلك الوقت لم يكن نبيا، وثانيا هذا من عمل الشيطان، ليس فعل موسى من عمل الشيطان، إذ لا يعقل أن يكون الدفاع عن المظلوم من عمل الشيطان. هو ما كان قاصد أن يقتل ذلك الإسرائيلي، ذلك القبطي، ذلك الفرعوني، وإنما قصده الأسمى أن يدافع عن هذا المظلوم الذي يتلوى تحت السياط، فدفع أو وكز هذا الظالم والضارب، وكزه انتهى إلى القتل. فعله فعل دفاع عن مظلوم مطلوب، كيف يكون من عمل الشيطان؟ الإنسان مأمور أن يدافع، الإنسان المؤمن، بل حتى ضرورة العاقل تشير إلى هذا المعنى، أن يدافع الإنسان عن المظلوم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، هذا غير العقل اللي يهدي إليه. هذا من عمل الشيطان، يعني فعل ذلك القبطي الفرعوني المنتمي إلى جهة السلطة في ظلمه لهذا الإسرائيلي وتعذيبه من غير وجه حق، هو هذا من عمل الشيطان، لا أن فعل نبي الله موسى من الشيطان. فعل نبي الله موسى هو الموقف الطبيعي الذي يفرضه العقل السليم وتفرضه التوجيهات الدينية من لزوم الدفاع عن المظلومين. السافه لم يكن متعمدا قتلا له، دفعه وكزه لكي يمنع هذا الإنسان عن ظلم ذلك المظلوم، انتهى إلى أن مات. عمله على القاعدة لم يكن من عمل الشيطان، من العمل الأخلاقي المطلوب. طيب، لكن عمل ذلك الفرعوني الجندي المتحكم الظالم الضارب من غير وجه حق، هو هذا من عمل الشيطان. بس هذا له نتائج، من نتائجه أنه راح يصير عنده ملف في الجهات الأمنية عند فرعون. ولذلك في اليوم الثاني لما أراد أن يدافع عن شخص آخر، شاف واحد آخر ناداه يا موسى يا موسى، هذا قاعد يضرب
يظلمني يضربني، جاء لكي يدفع. هذا الفرعوني الجندي كان قد علم بالقضية، قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أنان انكشفت القضية مالته، لم يكن له مجال أن يبقى في مصر. الآن بعد الدولة الطالبة، السلطة تريد القبض عليه، عرف الأمر. هنا خرج من مصر، إلى وين يروح الآن لا يعلم، عدة طرق. وهذا رح نجي أنه شابه الإمام الحسين عليه السلام نبي الله موسى في خروجه، في حالة الخروج وفي الاختيار وفي التمثل بالآية، فما يدري الآن إلى أين يذهب. أكو ثلاث طرق قالوا كانت أمامه، فقال كما يقص القرآن الكريم: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أنا الآن ما أدري أي طريق لازم أروح، أي طريق فيه النجاة، أروح من هالصوب من الممكن يعثر علي، من ذاك الصوب ممكن يقبض علي، وين أروح؟ أوكل الأمر إلى الله. فسلك طريقا ودعا ربه أن يهديه سواء السبيل، وبالفعل هدي إلى مدين، بل هدي إلى ما هو أعظم، إلى لقاء نبي من الأنبياء العظام، بل هدي إلى ما هو أعظم من كل ذلك، إلى أن يبعث بالنبوة. فتوجه إلى جهة مدين. مدين منطقة الآن قريب الأردن تصير، فمشى فترة طويلة إلى أن وصل. لما وصل هناك شاف من بعيد جماعة مجتمعين على مكان، ووجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذوذان. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ليش طالعين في وسط هالرجال؟ وبالتالي هذه المنطقة كلها شباب ومحل غير مناسب لكنا. فبينتا أن الأمر لجهة الاضطرار، عندنا أغنام أنعام وهذه تحتاج إلى رعي وسقي، وأبونا الذي كان يقوم بهذا الأمر سابقا أصبح شيخا كبيرا وضعيف البصر أيضا في الروايات. فسقى لهما شهامة، فتوة عند الرجل، شاب قوي بدل ما ينظر إلى هذه النساء نظرة الاشتهاء والفريسة، وأنه الآن وقتي طيب، نظر إليها نظرة الشهامة والرجولة والفتوة. فسقى لهما ولم يطلب منهما شيئا وتولى إلى الظل. قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هو ما كان ينتظر أجر على هذه السقاية، عمله كان منطلقا من شهامته، عمل خير، عمل من أجل الله عز وجل، ولكن هو كان يبحث عن أنس، تالي يقعد في الصحراء وحده ويخيم الليل، كان ينتظر أن يرى أحدا، وهو الآن طالع مطارد، لا أقل يتصور أنه مطارد وأنه سوف يقبض عليه. فلما وصل إلى ذلك المكان وإذا به شعيب النبي، شعيب سأله
شنو قضيتك، شنو موضوعك، جيبك هنا؟ فقص عليه موسى القصص، أنه أنا وين كنت، ماذا صنعت، هالشكل القضية. طيب، فقال نجوت من القوم الظالمين، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. أولا هذا يبين لنا أن فعل نبي الله موسى لم يكن ذاك الذي ينطبق عليه عنوان عمل الشيطان، وإلا كان من مسؤولية النبي شعيب أن ينبه، ترى هذا العمل اللي سويته عمل غلط وما كان صحيح. طيب، وإلا إمضاء النبي لشيء من الأشياء يفيد أنه أمر حق. هذه نقطة. نقطة أخرى تفيدنا هذا المعنى في الحالة الاجتماعية لنا، إذا جاءك واحد عنده مشكلة، إذا واحد جاءك عنده خوف، إذا جاءك شخص متورط في قضية، مو تتبرع تزيد خوفه وتصنع إليه رعب شديد، وإنما هدئه، اعطيه الأمل، اعطيه الثقة. شايف قسم من الناس، قل له والله جايك أنا في قضية، ترى اسمي طلع في فلان مكان، قالوا لي لازم أراجع الجهة الفلانية. يجي إلى واحد، أوه هذه مشكلة عويصة جدا، ترى فلان واحد جاء اسمه هالشكل، أول شيء سجنوه هالقد مدة، وبعدين ما أدري سلخوا جلده إلى آخره. يا بنت ايش سويت بي الآن، ذبحته في مكانه. مفروض هنا تقول له لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، هدئه. أنت إذا ما عندك حل إله، عندك حل أن تهدئ نفسه حتى يفكر بشكل معقول ومتوازن، تصير مثل ذاك الذي ذهب إلى مريض يعوده في المستشفى، فسأل عن المرض ماله، شنو تشخيص الأطباء، قالوا لفلان مرض، قالوا هذا مرض جدا خطير، قبل عدة أيام بس واحد أصيب هالمرض، ما مهل يومين بس أسلم الروح. واحد من الحاضرين قال له ما تريد تعين وين الفاتحة بعد مالت هالمريض هذا، بس باقي تقول الفاتحة وين. يابا انت روح قل له الله هو المشافي هو المعافي، حتى إذا الطب لا سمح الله ما عنده جواد وما عنده دواء، الله هو صاحب الدواء. طيب، وهو قادر على ما يشاء. أما تروح وتضعضع أركانه لا معنى لذلك. قال لا تخف، نجوت من القوم ظالمين. أنت الآن في حالة أمان، في حالة استقرار، لا يكون عندك خوف. فبدأ هذا يقص عليه وذاك يقص عليه. شعيب النبي أقل مرتبة بحسب الروايات من نبي الله موسى. نبي الله موسى صاحب شريعة عامة من أولي العزم، ولكن يجي يصير عامل خادم لنبي الله شعيب. ليش؟ الروايات تقول لأن نبي الله شعيب كان يبكي من حب الله عز وجل، كان محبا لله، مشتاقا إلى الله. طيب، بكى 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 حتى كادت عينه تذهب، فجاءه الوحي من السماء، يا شعيب لم تبكي؟ خوفا من النار فقد أعتقتك منها، شوقا إلى الجنة فقد أبحتها لك، فش عندك تبكي؟ قال يا رب أنت تعلم أني لا أبكي خوفا من النار ولا شوقا إلى الجنة، ولكن عقد حبك في قلبي.
فلست أصبر على ذلك. شون واحد يبكي من حب الله؟ نقرأ في مناجات المحبين للإمام زين العابدين عليه السلام: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا، إلى أن يأتي فيما بعد يقول: أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. فيا رب أنا ما بكائي على الجنة ولا خوف النار، وإنما من محبتك أبكي، فلست أصبر حتى أصل إليك. قال: إن كان كذلك فلأخدمنك كليمي موسى. موسى النبي صاحب رسالة عظيم من العظماء رح يجي يصير خادم إليك لهذه المنزلة من الحب لله عز وجل. فقال له: أنت تبقى ويانا يوم يومين ثلاثة، هذه ضيافة، بس بعدين موسى لا يقبل أن يبقى هكذا. فاتفق، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. تصير واحد من العيلة، بنتي هذه تزوجها، المهر تصير أجير عندنا 8 سنوات، وإذا تريد تكملها 10 سنوات لا بأس بذلك، هذا من صوبك. طيب، وتصير واحد من عندنا. نبي الله موسى كان خائفا فأصبح آمنا، كان مشردا فأصبح صاحب بيت، كان منفردا فأصبح صاحب زوجة. طيب، والآن عنده مال. هذه سالفة المهر أستأجرك إلى هالمدة الفلانية طبعا ما موجودة عندنا في شريعتنا الإسلامية، إذا حملنا هذا على الظاهر، لأن المهر لازم يصير إلى الزوجة مو إلى الأب، إلا أن يقول، إلا أن يقال أنه قال له تعمل في أموال هذه الفتاة البنت، وإلا المفروض أن يسلم للبنت نفسها مو إلى الأب، الأب ما له حق أصلا، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من مهر ابنته. وأيضا قضية المهر لازم يكون جاهز ناجز، لا أقل القسم المعجل منه لازم يكون هناك مقدم موجود. بعض الأماكن يخلون قسم مهر معجل وقسم مهر مؤجل، طيب هذا يجوز، أما كله مؤجل خلال 8 سنوات بالتقسيط هذا ما موجود عندنا، إما بناء في ذاك الشريعة كان موجود وعندنا غير موجود، أو لا بد من توجيهها بنحو من الأنحاء. الآن إحنا مو في صدد التوجيه الفقهي إليها. فبقي عنده، قيل أنه في كل ليلة كان يستمع موسى من شعيب ويسمعه، تبادل فكري ثقافي، هذا شعيب نبي من الأنبياء السابقين كبير السن، عنده علوم، عنده معارف، نبي الله موسى إلى الآن لم يبعث بالرسالة، فاستفاد منه وأخذ عنه خلال 10 سنوات، انت اذا تحسبها 3600 يوم تقريبا، كل ليلة جلسة حسب التعبير، كل ليلة درس، هذا شقد يحصل من معارف وعلوم. فلما بلغ الاجل واتمه قال نبي الله موسى: خلاص بعد احنا اتفاقنا انتهى، وانا لازم ارجع الى أهلي، إلى عشيرتي، إلى قبيلتي، وتغيرت الظروف 10 سنوات،
حكومات تقوم وحكومات تطيح. طيب، فسار بأهله زوجته ومعهم الأغنام وبعض الولد من أولاده أيضا، واتجه عائدا، مر على طور سيناء ليل، الجو شاتي ويحتاجون إلى تدفئة، فلمح من بعيد قال إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. راح هناك وإذا به يرى أن هذه الشجرة تلتهب فيها نار مضيئة ولا يحترق منها شيء أبدا، وهذا شيء استثنائي غير طبيعي. وهنا جاءه النداء من الله عز وجل، خلق الله له الصوت الذي يناديه ويسمعه، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. طيب، نبي موسى ذهب إلى هناك لكي يقتبس نارا وعاد بالنبوة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يفكر فيما لا يحتسب أكثر مما يفكر فيما يحتسب. اللهم ارزقنا، ارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، واحرسني من حيث أحترس ومن حيث لا أحترس، واحفظني من حيث أحتفظ ومن حيث لا أحتفظ، وكن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. أحيانا أنت رايح على شغلة بسيطة شوية نار، وإذا به يرجع بالنبوة والعظمة والرسالة. فيما بعد كان قد أخذ من بيت شعيب فيما ذكروا العصا، أي عصا موسى، في رواياتنا أن أصلها من الجنة وأنه تم توارثها عن طريق آدم بين الأنبياء إلى أن وصلت إلى شعيب. شعيب خلاها في مزرعته عند باب داره، الشكل خلاها. هذه العصا كانت يابسة ومع ذلك لزمت في الأرض، لا فيها ورق ولا فيها خضرة ولا فيها ثمر ولا فيها كذا، ولذلك تعجب موسى أول الأمر عندما جاء ورآها مزروعة. إيش تسوي فيها مزروعة هنا؟ قال هذه قصتها عجيبة، أنه عندما وضعتها ها هنا كنت أرجو أن تنبت، ما نبتت شيء، ومع ذلك كلما جهدنا على اقتلاعها لم نستطع، كأنما كانت تنتظر واحد يجي يأخذه. فقال كيف لا تنقلع؟ قال كل ما حاولنا أنا وغيري أن نشيلها ما نشالت. قال خلي أشوف، فأخذها الشكل شالة مثل ما واحد يطلع القلم من جيبه. تالي هذه ذخيرة كانت إلى هذا الرجل دون غيره من الناس بل من الأنبياء. ولذلك لما أمره الله سبحانه وتعالى بإلقائها شاف أن الأمر، قال ألقي، ما تصنع بها وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، عصا عادية، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، رجعها مثل ما كانت عصا. تابع نبي الله موسى مسيرة إلى أن عاد إلى مصر، صارت المواجهة بينه وبين فرعون أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، كان أمر العذاب والاضطهاد. ما قبل ولادة نبي الله موسى إلى الآن لا يزال مستمرا، يعني على الأقل في مثل هذه الحالة حدود،
30-35 سنة هذه الفترة عذاب الإسرائيليين من قبل الفراعنة كان مستمرا. لذلك لما إجا دعا إلى الله سبحانه وتعالى ودعا إلى تخليص الإسرائيليين من الاضطهاد من الظلم الذي كان يمارسه الفراعنة عليهم. صارت المواجهة بين سحرة فرعون وبين هداية نبي الله موسى وعصاه فيما تقرؤونه في القرآن الكريم. وكانت النتيجة أن فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون. هنا بعد فرعون شاف التحدي وصل إلى داخل قصره إلى الجند ماله إلى الفئة اللي يعتمد عليها، فأراد استئصال نبي الله موسى ومن معه، شن الحرب عليهم. نبي الله موسى أمر قومه بأن يتجهزوا للخروج وخرجوا لكي يعبروا البحر. هناك فرعون لحقهم في القضية المعروفة، نبي الله موسى ضرب بعصاه البحر فصار قسمين، أرض هكذا ناشفة يمشي فيها الجنود، ووقف الماء على الطرفين كل فرق كالطود العظيم، يعني هالشكل، حجم مائي ضخم مرتفع، جدار مائي ضخم مرتفع لا يبلل هذه الأرض التي مشوا فيها. فأتبعهم فرعون بجنوده، لكن ما كان عنده هذه الصلاحية ولا هذه النعمة، فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. خرج النبي موسى إلى الطرف الآخر. بنو إسرائيل هنا حصلت فيهم ردة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. بعدين رتب الوضع وطلب للقاء ربه، لميقات ربه 30 ليلة وأتممناها بعشر. هنا عاد من جديد أمر الانحراف. السامري، رجل من قرية السامرة في فلسطين في أرض كنعان، أيضا جاء وغير الاتجاه، صنع لهم عجلا، جمع الذهب وكذا ممن كان يملك الذهب وصهر، ثم جعل منه ما يشبه العجل وجعل فيه ثقوبا وخروقا، بحيث إذا الهواء هب من جهة يصدر صوتا، قال هذا إلهكم وإله موسى. وعاد من جديد أمر الانحراف. لما رجع نبي الله موسى رجع ونسف هذا العجل وطرد السامري من ذلك المجتمع، إن لك أن تقول لا مساس، روح بعد توخر عنا، ما ينبغي أن يمسك أحد ولا أن يتعامل معك أحد. طيب أنت محروم اجتماعيا من البقاء في هذا المجتمع. وبقي هؤلاء. بعد ذلك حصلت قضية التيه، لما أمرهم نبيهم بأن يرجعوا إلى كنعان إلى أرضهم الأصلية رفضوا ذلك، فعوقبوا أن صاروا في التيه وعذبوا بأن قتل بعضهم بعضا. بعد 40 سنة تغيرت أجيال، ذهب الجيل القديم المنحرف، الجيل اللي يعني لم يكن على مستوى المسؤولية، وجاء جيل جديد هنا استطاعوا أن يدخلوا الأرض المقدسة أرض كنعان، ولكن لم يكن معهم نبي الله موسى. نبي الله موسى توفي في هذه المنطقة قبل فلسطين، قيل أنه صعد على مرتفع جبلي لكي يناجي ربه، وهناك قضى نحبه. تولى الأمر بعده وصيه يوشع،
يشابه في كثير من تفاصيل أموره مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقد كان شجاعا وبطلا كبيرا، وهو اللي فتح فلسطين بواسطة مع الجيش اللي كان معه. في رواياتنا بل روايات مدرسة الخلفاء هو الذي ردت له الشمس، وفي رواياتنا وروايات قسم من مدرسة الخلفاء ردت الشمس لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام. مجموعة من القضايا إذا واحد يلاحظها يتبع وجود مشابهة كبيرة بين نبي الله، بين الوصي يوشع وصي موسى اللي هو نفسه فتى موسى، قال موسى لفتاه في قضية الذهاب في البحر، هو نفسه كان مرافق إلى يوشع وهو الذي كان فيما بعد وصيا عنه، والفتى علي والفتى يوشع، والبطل علي والبطل يوشع، وهكذا الذي استطاع أن يحقق النصر هذا وذاك. الفارق هو أن نبي الله موسى لم يدخل إلى أرض كنعان إلى فلسطين، بينما دخلها سيد الأنبياء، دخل مكة سيد الأنبياء محمد. هذا مختصر سريع عن حياة نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وبعض أحواله، وكان من أحواله بعض المشابهات التي يعقدها بعض الباحثين والشعراء على وجه الخصوص بينه وبين قضية كربلاء وعاشوراء. من الصور الجميلة التي ينشئها المرحوم الشيخ صالح الكواز أحد شعراء أهل البيت وبالذات في الحسين، من أبدع الأشعار عنده، ولعله لم يتثنى هذا الشعر ماله، لم يوجد له ثاني، أنه في قضية الحسين شبه موقفين للحسين بنبيين من الأنبياء في بيت واحد، وهذا بحسب بعض الباحثين في الأدب لم يتكرر. يقول مشبها، يقول: كأن جسمك موسى مذ هوى صعقا، وأن رأسك روح الله مذ رفعا. الجسم جسمك يا أبا عبد الله عندما سقط على الأرض، هذا يشابه موسى بن عمران عندما تجلى ربه للجبل وخر موسى صاعقا على الأرض، بينما هذا بدنك، بينما رأسك مثلما رفع موسى بن عمران في عقيدتنا المسلمين إلى السماء، أيضا رفع رأسك على ذلك الرمح الطويل. فشابه في موقفين نبيين في بيت شعر واحد. مما يذكر في جهات التشبيه أيضا ما ذكرناه من كلام موسى بن عمران: أولا فخرج منها خائفا يترقب، خروجه من مصر كان في حالة ترقب وتوجس وحالة مظلومية ومحاولة من السلطان الظالم الإيذاء له والقبض عليه، وتلا هذه الآية المباركة وهدي على أثرها إلى سواء السبيل، إلى أعظم ما يمكن أن يتصور، لقاء النبي شعيب ثم الحصول على النبوة والكرامة ومولانا الحسين عليه السلام. عندما خرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله يترقب على أثر ظلم الظالمين، وكان يتوقع أن يدس إليه يزيد بن معاوية، وقد فعل أن أرسل أمرا إلى والي المدينة
أن يقتل الحسين إذا لم يبايع يزيدا، فخرج خائفا على الرسالة يترقب ماذا يحصل، وقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وخرج من المدينة. وكان أمامه طرق، كان بعضهم اقترح عليه أن يذهب إلى الطائف، وبعضهم اقترح عليه أن يذهب إلى اليمن، لكنه هدي إلى مكة ثم بعد ذلك إلى كربلاء لكي يفوز بالشهادة والسعادة الأبدية. وما ترتب على هذه الشهادة من حياة للدين ومن خلود للحسين سلام الله عليه، لكن هذا الخروج كان صعبا، لا سيما على النساء على العيال، الآن يخرجن من وطنهن ويفارقن بلد جدهن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يعلمن ما الذي سيجري عليهن. ولذلك ينقل عن السيدة سكينة أن من أصعب المواقف على النساء كانت عند خروجهن من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يدرين إلى أين يعطين وجوههن. والحسين عليه السلام قد شد الرحائل والضعائن لكي يتوجه إلى مكة المكرمة، حمل ضعون من المدينة، أبو علي وشال وياه هذه الصفوة، وياه صفوة من هلة شيالة أحمال، حمل ضعون من المدينة وشال بالليل، ويا صفوة من هلا شدت على الخيل، وزينب تعاين للوطن ودموعها تسيل، نادي بجمعنا نعود لو يتغير الحال، شمالك يا زينب عندك يا رجال وتخاف. يعني بعد إلى الآن ما تصارع هؤلاء الرجال وما قتلوا، شمالك يا زينب عندك يا رجال وتخاف، قبل المصيبة بالهضم والذل تحسين، وشلون حالك لو مشى وكلهم عنه، وشلون حالك لو مشى وكلهم عن حسين، تالي العشير حسين ظل يتوسد رمايا. Oh.